السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم استكمالا للسلسلة اللي أنا نويت ليها بالنسبة لسلسلة شروحات لمواقع وبرامج تحت بند Save Your Time، تحفظ بيها وقتك. في ناس ما عندهاش أي خبرة بالفوتوشوب وإزاي تتعامل معاه، وفي ناس بتبقى محتاجة إزالة خلفية للصور أيا كان، سواء صور شخصية أو صور خاصة بالمنتجات أو أي بيزنس خاص بيك. فالموقع اللي احنا بصدده دلوقتي اسمه موقع footer.com. الموقع ده خطير جدا في عملية إزالة الباك جراوند بنسبة كبيرة جدا، يعني بنسبة تتعدى 90%. حبيت اللي أنا أشارك معكم التجربة ديت، ونبدأ على بركة الله. الموقع زي ما حضراتكم شايفين معايا، تمام؟ هنجرب في أي صورة موجودة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ممكن الصورة دي صورة تم تصميمها من البداية. مجرد اللي انت بتختار الصورة، الموقع بيشتغل بيعمل لودينج للصورة، وفي نفس الوقت بيعمل عملية المعالجة وإزالة خلفية الصورة بخاصية الذكاء الاصطناعي الـ AI في منتهى الجمال. زي شايفين حضراتكم انا ما عملتش حاجة، هي ضغطة واحدة وادت للنتيجة الجميلة مرضية. انت ممكن تاخد فيها وقت، بالنسبة برنامج زي فوتوشوب ممكن تاخد فيها وقت عشان تبدأ في عملية الإزالة، ولكن ما شاء الله الموقع جاب لنا نتيجة في منتهى الجمال. طيب اعمل داونلود في الفري بمقاسات الاثنين 281 في 500 بيكسل، تمام؟ لو عملناها بنضغط عليها دي عشان الفري، اما عشان تختارها فول اتش دي اللي هو المحبب او البي يطلب منك عملية التسجيل وبالتالي الاشتراك في الباقات الخاصة بالموقع. لكن انا هعرفكم طريقة برضو هي بسيطة جدا ومش محتاجة اي عناء خالص. انت مش هتحمل، حمل اللي هي الفري. طيب انا عايزها فول اتش دي بس مش عايز ادفع فلوس، انا عايزها بشكل مجاني. فقدمنا طريقة بسيطة جدا، بتيجي على الصورة الموجودة دي الصورتين وده النتيجة اللي احنا وصلنا لها، كليك شمال يمين سوري، وبتعمل سيف ايميج از، وبعد كده بتختار الايميج اهيت، نعملها مثلا اس اس او نعملها ثلاث ثلاثات. اوكي تمام، ثلاث ثلاثات اوكي تمام. فتحناها، نفتح الفولدر ونشوف الثلاث ثلاثات اوكي فين اهيت بنضغط عليها اهيت، تمام. نشوف النتيجه مع بعض. واو خطيره، تمام. ودي الباك جراوند الخاص بينا، ودي تم إزالة الخلفية، بنشيلها حضرتك وبنشوف بقى التركية الجميلة انك حفظتها بـ HD 720 بـ 1280 من غير ما تدفع ولا سنت ولا تشترك في الموقع. اشوف في امان الله في المواقع القادمة ان شاء الله، في سلسلة كبيرة جدا موجودة تحت باند Save Your Time. احنا ياريت تتابعونا وتشتركوا معنا في القناة، في مواقع هتبقى ممتعة للغاية، ممكن في ناس هيبقى عندها علم بيها وفي ناس برضو هتبقى ما عندهاش خلفية بالمواقع اللي احنا هنقولها بإذن الله تعالى، وهتكون بشكل حصري. اترككم في رعاية الله.